اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا نجوم التحدي. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن بطل جديد، وهي بطله العالم في تاريخ رفع الاثقال لذوي الاحتياجات الخاصه، وهي فاطمه حجاز من مواليد القاهره سنه 1973. اصيبت بشلل الاطفال وتسبب في تلف في العمود الفقري وهي عمرها سنه. مثلت مصر لأول مرة في بطولة العالم لرفع الأثقال سنة 1998 في دبي بوزن 44 كيلو جرام، وفازت بالميدالية الذهبية. سنة 2000 تم اختيارها للمشاركة في دور الألعاب البارالمبية الصيفية في استراليا، وأخذت الذهبية برفع الأثقال 109 كيلو في 2004. فازت بالذهبية في أولمبياد إثنا برفع 127 كيلو جرام. في أولمبياد بكين 2008 حطمت الرقم القياسي العالمي برفع 141 كيلو جرام، وبرضو فازت وقتها بالذهبية. فاطمة كانت مليانة طاقة وأمل، وبالعكس إعاقتها عمرها ما شكلت أزمة بالنسبة لها، بالعكس كان دافع وهدف رئيسي لتحقيق ذاتها وقدرتها عن اللي ممكن تحققه. تم اختيارها كأفضل لاعبة في أكتر من مرة في سجلات اللجنة البارالمبية الدولية سنة 2012. كمان هي صاحبة الرقم العالمي في وزن 56 كيلو جرام، ورفعت وزن 142 كيلو جرام متقدمة على النيجيريا لوسي اللي رفعت 135 كيلو جرام. تعتبر فاطمة هي أيقونة رفع الأثقال على مستوى العالم. حصلت على الميدالية الفضية في دمج ميزانين 55 و65 كيلو جرام، وحطمت الرقم القياسي الجديد في دور الألعاب الإفريقية بالكونغو سنة 2015. نجحت في الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بماليزيا، ونجحت فاطمة في مواصلة مسيرتها كأحد أبرز الرياضيين في تاريخ اللعبة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا نجوم التحدي مع رضا على تلفزيون البوابة. انتظروني.